نفس السؤال، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار أو في الشمال أو مرة كليهما كليهما؟ نعم، فلا نأخذها بالساعة. نعم، الساعة ما نلبسها على اليسار ولا نجد الحديث خاتم تلبسها على اليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء، فالكفار الساعة جت من عندهم لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جعلين مربط من هون. هلا من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيعدون الزر من هون، لكن ما مقابلين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام ندورها بين الناس، الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك.